هو كذاب حصون ابيتود بيان سور، كان ياكل في المرميطه هو ثاني، كان مدير لي جورنو، كان يدي لا بوب بيان سور. الناس هذه كاع دار شي هذا. المهم انا البقوق وكرهت من ربهم والباكاندو الكوافا هادو اللي جوكوا في الشعب ويتمسخروا بالشعب ويجهلوا في الشعب ويكذبوا على الشعب. ماتنا خالد نزار كاس كي لومبيش دو دير لا سويس جو طون ميرد بيك بالقانون تاعك بالعداله تاعك. كيس كي لومبيش؟ تعرفوا سكي لومبيش؟ عنده مصالح في كاع اوروبا، هو ولادو يخاف، تو سامبلومون يخاف. مي كون جا فحلو راجل ومخلي دراهم البلاد في الجزائر وما عندوش مصالح زرعها في الخارج. نقول لكم حاجه، كيما واحد يقول لي دركا شنقريحه، شنقريحه تقدر تهدد عليه الامارات باسكو الكوافا كيما الاولين لي جينيرو فرانكوفون حطوا دراهمهم بكل في لاسويس ولوكسمبورغ ولا بلجيك وفرنسا. سوف كو لوروبا شانجي او بو دو 50 ans تبدلت. الاخرين كيما الملعون قايد صالح وصحابه حطوا دراهمهم في الامارات. لوتر فيرسون دو لا كوربسيون تاع لي زاني 2000 اللي هي دول الخليج. وانا اسمع في ناس وستكون وستكون ونزار يجيب التوفيق والتوفيق يجيب حسين وحسين يجيب الجن والجن يجيب العفريت والعفريت يجيب. ثم كم مرادكم تهضروا غير على السويس مي وزات مالاد. السويس كون يحكم القضاء نتاعها في قضيه كيما هذه تاع خالد نزار on peut déposer des plaintes contre Dick Cheney ou Rumsfeld ou Colin Powell ou هادو كاع و ساركوزي و لو شيف ديتا ماجور كيلش نتاع فرنسا وقت ساركوزي و الانجليز وخلات كاع. القضاء السويسري ما عنده سلطه الا في الحدود الترابيه تاعو، وعنده سلطه يعني غدوه كيما امر بالايقاف للدول الأوروبية يحترموها 50%، للعالم يحترمها 5%. يعني سي سامبل غدوة القضاء السويسري. بس كشي نهضر لكم فيها أنا مانيش مع خالد نزار باش نتفاهموا. دوك نقول لكم أنا خالد نزار وين يتشارع. مثلا القضاء السويسري حكم على خالد نزار ب 550 سنة سجن. خالد نزار يهز الطيارة ويروح الماريكان، الماريكان ما يوقفوش وما يمدوش لا سويس وما يستعرفش واش حكمت سويسرا. فرنسا جامي تمدو لا سويس، بنجيبها لكم من الاخر كان حتى احتمال. اسبانيا دومي طاريف تقدر تعمل معاه تحقيق وتقدمه للسلطات السويسريه، ولكن اسبانيا ما قنعتش بالتحقيق تاع سويسرا ما تسلموش لسويسرا. دونك هاد الكذابين اللي قاعدين يهضروا دين الرب ماكمش متمكنين من المادة القانونية، على واش تهضروا؟ علاه ديجا الشعب مسكين مهبول مخربط تزيدوا تخربطوه وتعطيوه ان اسبوار امال؟ علاه؟ بوركوا؟ تعرفوا علاه؟ باسكو عندكم نقص في نفوسكم، باسكو وزات مرض، نتوما مرض نفسيا، مراد. كل واحد وش خسر من زير وش حاب يعض من زير. واحد ما حب مصلحة الشعب هذا لأنه ما له لا بروف أنكم تكذبوا عليه. مثلا وكتاش يتصارع خالد نزار عندي أنا؟ أنا ما نهضرش مع أولادهم، أولادهم سيرحى ديركت سي 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 تاع كلش، نرجع ربو للسوسيال. هادو يتشارعوا نورمالمون في الجزائر في القضاء الجزائري المستقل تاع الجزائر الحقيقية، ويتشارعوا على واش صرا في التسعينات وفاش صرا في لاكابيلي من 81 ورواح و 2000 و 2001 وسميو كاع لي زاني وقسمطينا 86 و 62 وهالو ما جرى. هاو الحكم نتاع الصح، هاو القضاء نتاع الصح. من نيتكم قضاء سويسري ياخذ بحق الشعب الجزائري، مين شتو ربها هذه؟ فهموني مين شتوها؟ مازال يكافي فيكم واحد كان على باز ديجا كان
تقشيرة عند الديارات باش يدي لابوب من عند فوزي. هي نوتر ما على بالناش معتوه عقليا إسلامي إسلامي مخضرم، كان في الجاهلية كي كان في بين قوسين في الدبلوماسية، بس كلمة دبلوماسية كبيرة عليه، كان يخدم في سكون أبل أسلاك الدبلوماسية، ما كانش دبلوماسي. ما الخرين هذوك الداند هذوك الباقاندو تاع كندا وحمار دي زاد ما سي ميم با لا بان سا سي دو ميرد سا سي دي تريك كون اون بارل با مي ناس كي مجان دون تو سا باركاو بالكذب على الشعب. نتوما ما تربحوا والشعب ما يربح، الكذب نتاعكم سي لو سيستيم اللي رايح يربح. جامري جوست راجوتي ان بوين n'est pas révolutionnaire qui veut. Un révolutionnaire, c'est une prédestinée. Un intellectuel n'est pas nécessairement un révolutionnaire. Un intellectuel, la casquette politique, on ne peut rien dire. On lui demande d'être bon dans son domaine. Maintenant, un intellectuel qui a la casquette politique en plus, là, c'est autre chose. C'est encore mieux. Ça veut dire que c'est des gens qui peuvent dicter des politiques, créer des politiques. Une politique, c'est un programme. Je suis tout à fait d'accord, Mac. Nasli Tchaous, d'une certaine manière, Tchaous 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 Internet Tchaous Tchaous لكن تحبوا تعيشوا كوم دي جون ايفيي لي واحد ما يحشيها لهم جو فوز اسيور سويفي نو اونيتمون باسكو حنا اون ايسي دو فوز اوفرير دي زوريزون لي الاخرين ما يهضروا لكمش عليهم. وليو لي لايف تاعنا قلنا لكم دوبي لونطون Le monde, how qui fait il tourne, c'est un rapport de force. C'est un rapport de force. Sans entrer dans le sujet, parce qu'on ira très loin. Par exemple, Kaina Monodama, Kregorohadik, ONG, Tseba, l'État sioniste, le Sohionia. Hadel Monodama, الغير دولية دونك ONG ومعتمدة في الأونو هي اللي خلت دول كثيرة من إفريقيا تدخل في اتصالات سياسية مع إسرائيل. هذه المنظمات الدولية والحقوقية سي دي زابانديس دي سيرفيس دانتيليجنس كي اتي كري بار لي سيرفيس دو رانسينيمون تاع الدول. فوالا، مي ما ندخلوش في الموضوع هذا، هذا موضوع واحد آخر.